عليكم. انا سليف عبد الرحيم الاب ديال اسامه سليف اللي وقع عليه المشكل في قصر الصغير مع واحد السيد اللي ضربو ولحد الان باقي ما شفنا حتى شي حاجه من الجهه ديال الدرك الملكي، باقي ما وقفوش هذاك السيد اللي ضربو. وحنا بغينا العداله تكون، وبغينا اي واحد ما يوقعش ليه بحال هادشي اللي وقع للابن ديالي، وكنتمنى من السلطات يديروا الخدمه ديالهم. واش غنقول لكم، هادشي يمكن يوقع لاي واحد، ولكن حنا ما بغيناش يستمر، بغينا هادشي يتحبس، بغينا الناس يوعاو واحد شويه، انا ما يبقاش العنف، ما يبقاش بزاف ديال الحوايج اللي الناس كيعانيو منهم وفي الصمت. اللهم نخرجوا ونقولوا لهاد الناس هادو باش كل واحد زعما يقوم بالواجب ديالو. وكنتمنى من السلطات يسمعونا ويعطيونا شويه ديال العداله وشويه ديال هو هذا هو اللي كاين. هو كان مشى للبحر، البحر وداك الشيء، وجايين هذاك السيد ضربوا في الطوموبيل طيحوا وما وقفش، وزايدون عاوتاني كان سكران، سكران شرب مع راسو وزادو وما تبعوه زعما باش ياخذوا الماتريكول ديالو. صداق وقف حدا واحد القهوه، كيعرفوه كاع الناس تما كاين، خرجوا دوك اللي في القهوه ضربوا الدراري، ضربوا الابن ديالي دابا راه في الكوما جالس ما عقلش، وباقي ما شدوش. هذا هو المشكل، دابا واش السيد ما معروفش ولا واش السيد ما راه كيعرفوه، لكن تما القصر الصغير راه ما فيهش 50 بيرسون ولا سميتو، راه كاينين الناس قلالين تما زعما قلالين تما. وكنتمناو السلطات يديروا الخدمه ديالهم، وهذا هو اللي نقول. والحاله الابن دابا باقي شويه حرجه، باقي ما كاينش استقرار، ما كاين والو، ما سميتو كتعرفوا الواحد ملي كيتضرب في الراس ديالو كيوقع له ارتجاج في المخ، راه ما كيبقى عاقل على والو، ما كي دابا راه هو جالس دابا وصافي. قالوا فقدان في الذاكره. انا ولد عم اسامه سليف، البارح كنا، انا جاي من كازا بعدا في 3 ايام دابا، البارح كنا غاديين بحرين في واد مرسى، كنا غاديين في الطريق ديال القصر الصغير، تتلقى كنا غاديين في الطريق عادي فهمتي، واحد خونا في السكران تا دوبلنا فهمتي، دوبلنا دوبلاج ديال الكار غادي يقتلنا حتى حنا بموطور ماشي بطوموبيل، دوبلنا صافي. ملي دوبلنا فهمتي حنا فهمتي عطيني ديك السين ديال ان شنو زعما شنو دار فهمتي، زعما شنو علاش هذيك، هذيك هو غادي باركي زعما غادي يدور على اليمين غادي يوقف، هذيك الوقفه اللي غادي يوقف ولد عمي غادي يزيد يقول لي زعما شنو عندك زعما فهمتي زعما شنو كاين، غادي ديماري الطوموبيل غيجي بغي يدخل فينا. انا اللي كنت سايق هربت عليه شويه، ضربنا من اللور طحنا شويه، كان بغي وقف الطوموبيل كان بغي يرجع علينا مارشارير، ولد عمي بهذيك السرعه اللي غادي يهبط من الموطور، غادي ملي غادي يهبط من الموطور غادي يبغي فهمتي بحال غادي يستحجر باش يخلعو الطوموبيل، هرب ملي هرب صافي. بقينا قال لي ولد عمي دارو خصني نشبر الماتريكول فهمتي، على حسب الطون حيت كنت واعد شويه في رجلي والموطور انا كان تهرس لي شي حاجه. ملي تبعنا من الموطور، ملي تبعنا من الطوموبيل غادي نصادفو بان ملي غادي نوصلو عندهم غنبغي نجبد التليفون غنبغي نصور، غادي نلقى كيشير عندنا بالشراب، قرعي ديال الشراب، انا غادي وكيشير علينا، غادي وكيشير علينا، غادي وكيشير علينا، شديت اليمين باش ما تجي فيا شي قرعه صافي. مورا ما بقينا تابعينه، غيدخل هو في واحد القهوه اللي فهمتي اللي كيعرف فيها داك الناس، هذه نقطه كيعرف فيها داك الناس بحال كان مني كان غادي عيط ليهم، حاش انفو غادي يوقف، حنا ملي غادي نوقفوا في الموطور غادي يخرجوا لنا بنادم ما عرفناش من يخرج لينا. ولد عمي فهمتي بهذاك الحكم هذيك الغديد اللي كان فيه غادي يخرج من غادي يخرج من سميتو غادي يمشي بغي فهمتي غيمشي الاخر ملي كان كيضرب الدراري صحابنا كان كيضرب بهم بالقراعي غادي يدوروه ثلاثه حتى غتجي الدقه من الراس ما غتعرفش منين تجي. انا غير دابا ملي كان شاديني كان شاديني جوج بعدا باقي عاقل عليهم، لا هما اللي كانوا مشدودين دابا. ملي غادي نشوف هاكا ملي غادي معاك ما كنتش ولد عمي حتى لقيتو طايح فهمتي، حتى لقيتو طايح فهمتي، لقيتو طايح انا دقه صحاب ديال الموت فهمتي، حد ولد عمي شتو كيتركل. ودابا كنطالبوا بعدا كان اللي مول الداسيه بعد عنده داسيه ياك، هذاك مول الداسيه باقي ما بغاش يجيبو، جاو دوك ثلاثه هذاك مول الداسيه باقي ما بغاش يجيبو، هذه كناكد على هذه النقطه. ملي كنسولهم كيقول لنا كان كيدور غير تما وما قدرش يشدو، هذه نقطه فهمتي، كاين تما شي ربعه البراجات وما قدرش يشدو علاش الله اعلم. ثلاثه اللي كانوا الاخرين اللي كانوا بيني في فيديو مسدودين، هذوك مسدودين، هذوك قال لك غدا غيتقدموا ان شاء الله. ولد عمي دابا راه في كوما، انا ما كيعرف حتى شي واحد، كيحل عينو هو كيدوي ها كيدوي كيدوي عاوتاني فهمتي كيغيب كيدوي كيغيب. انا كنطالبو دابا من هذاك الطاسيح شو اللي دار لنا المشكل، هذاك مول الطاسيح خاصنا نشبروه باش فهمتي
ناخذ الحق ديالنا وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.